فعلا الدنيا صغيره من وسط البلد للاستوديو هنا في 6 اكتوبر. بقول لك مبروك. الله يبارك في حضرتك مدام ساميه. ساميه مبروك. الله يبارك. مبروك يا قمر. معاك في الصوره. كنتوا امتى وبتعملوا ايه؟ كنا نازلين نجيب لبس العيد. جبت لبس العيد؟ لا يعني ايه؟ ما عجبهاش حاجه. والاسعار بقى يعني اسعار. مبروك اللي كسبت معانا لقطه ذهبيه. دي سعاده الحظ، اول لقطه ذهبيه بنقدمها في شهر رمضان الكريم، بتكسب معانا الهديه، بنقول لها مبروك. متشكر. الف 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 مبروك. الله يبارك في حضرتك. تجيبي بقى اللي انت عايزاه. عايزه تجيبي ايه؟ فستان ولا جلابيه ولا ايه؟ اي حاجه. حاجات كده حاجات كده. لا لا لا. صمت النهارده ولا لا؟ صوم. انت عندك كام ولد وكام بنت؟ عندي فاطمه وبدر. ما شاء الله اللي كسبوا النهارده. مدام ساميه جاءت للاستوديو هنا عشان تكسب معانا اللقطه الذهبيه وتاخد العيديه. نقول لها مبروك. عايزه تقولي حاجه لاي حد؟ اقول لماما بحبك قوي، ربنا يخليكي ليا. هي شايفاكي دلوقتي؟ ايوه شايفاكي. ها قولي لها باي باي يا ماما. ها نشوف سعيد الحظ او سعيده الحظ اللي كسبت معانا اللقطه الذهبيه الجديده، مين اللي كسب؟ نقول له مبروك. هو ده سعداء الحظ معانا.